السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه copycopter.ai بيخليك تقدر تعمل فيديوهات سينمائية تكون طويلة وتكون لها جودة عالية. كل اللي انا عامله ان انا هقول له نيو فيديو، فبيقول لي بقى انت عايز تبدأ ازاي بشات GPT 4، وده طبعا افضل حاجة. وممكن تقول له ارتكل تكست، هتاخد ارتكل مقالة تحطها، يور سكريبت برضو كويسة، وي اكزامبل برضو كويسة. طيب خلينا نقول له مثلا احنا عايزين فيديو عن history of Egypt زي ما انت شايف انا مكتبش حاجة كتيرة. تمام. طيب انت عايز الانجليش ولا اللغات ديت؟ العربي اعتقد موجود فيهم. تمام. العربي موجود. ماشي. بيقول لك انت عايز 60 ثانية او 90 ثانية او دقيقتين حسب الحساب بتاعك. طبعا انا الحساب بتاعي عادي فهو ده المتاح. تمام. اقول له كرييت سكريبت فروم برومت، يعني خد البرومت ده بقى واكتب لي السكريبت. تمام. كتب لي السكريبت اهوت. ماشي. ناقص بقى من اني ماي فويس، يبقى انا هقول فهرفع له فيديو، او ممكن اقول له هات صوت راجل واسمه ادم والصوت بتاعه اهوت. تمام. طيب ممكن اقول له اسبكت ريشيو، اللي هو الفيديو هيبقى بالطول ولا بالعرض ولا زي انستجرام ولا ايه. تمام. طيب الستايل، في ستايل ده والستايل ده، في ستايل كتيره، خلينا اقول له دوت. الاي اي موديل افضل حاجه فليكس، ده ممتاز. تمام. تبدا بقى تختار الشكل اللي انت عايزه، الستايلات اللي انت عايزها. تمام. اي اي ستايل حسب بقى الفيلم اللي انت عايزه. تمام. وتقول له كرييت فيديو، يبدا بقى يعمل لك الفيديو بجوده عاليه بكل التفاصيل اللي انت عايزها. طبعا لو انت مشترك تقدر تعمل فيديوهات كتيره جدا، يعني ممكن تاخد قصه طويله وتبدا تقسمها كل دقيقتين مثلا، تديله السيناريو بتاعها، يعني ممكن قصه مثلا من احمد خالد توفيق او نبيل الفاروق او كده، تاخدها وتبدا تعمل السكريبت والفيديو. بس حاول توصف الشخصيات الاساسيه بشكل دقيق، احساس نفس الشخص يظهر في كل الفيديوهات. فبدا عمل له الفيديو اهو، تقدر تعمل تشغيل هتلاقيه معمول بشكل كويس. ممكن تقول له انا عايز اكبر السايز بتاع الكتابات. تمام. عايز كم كلمه في الجمله. تمام. ممكن تخليها كلمه كلمه تظهر، تطلع فوق ولا تنزل تحت، خليها تحت شويه. تمام. فونت سايز تكبره. اهم حاجه بقى الميوزك، الفويس، اهم حاجه الموشن، بحيث ان ده يبقى يحط لك فيها موشن، حركه، بحيث يبقى فيه زي زوم او في اي حركه موجوده، الصوره يبقى فيها حركه. تمام. بس هي الفكره كلها ان انا خلصت النقط بتاعتي. لو كل واحده من دول علمت عليهم وقلت له ضيف لي الحركه بتاعتها، بس هيكون عندك نقط. تمام. تقدر تعمل فيلم جميل جدا بشكل جميل ورائع وكل حاجه. تعرف في مواقع كل مهمتها ان انت تدي له الصوره ويعمل لها حركه، ده موجود في الخاصيه دي، بس لازم تكون معاك كريدت. طيب بعد ما خلصت هتقول له انا عايز اصدر الفيديو دوت. لو اللوتر مارك مضايقك ممكن تقول له شيل اللوتر مارك، بس تعمل ابجريد، تقول له انا عايز اعمل سبورت او عايز تيك توك او اليوتيوب. تمام. طيب هقول له صدره لي بال 1900 او ال 3800 وهكذا، فيبدا ان هو يصدر لك الفيديو. تمام. وبعد كده تقدر تعمل له شير للتيك توك واليوتيوب، او ترفعهم على القناه بتاعتك ان شاء الله.